ما صعبو. الغرامير ياسر معقده، كي ما تعلمتوش وانت صغير ما عادش تعلمو توا، اللي حاج حجم اللي عوا قعوه. كان ما عندكش اكسنت باهي اسكت خير، كان ما عندك مع شكون تحكي عمرك ما باش تتحسن. انت ما عنده حتى وجه شبه لا بالفرنسي لا بالعربيه. زعما صحيحه اللي شعلتي نسمع فيها على الانجلي، ترى ناخذوها بالوحده بالوحده. اي لغه ما تعرفهاش بالطبيعه باش تظهر لك صعيبه. ما دام نحكيو على الصعوبيه، ما لا نعلمك اللي اللغه العربيه اللي انت تتكلمها هي من اصعب لغات العالم، هي والصينيه، والفرنسيه زايده اصعب مئات المرات من الانجليزيه. وبالعكس بفضل انتشار الواسع للغه هذه باش تلقى روحك برشا كلمات ديجا تعرفهم. ترى نعمل مقارنة بسيطة بينه وبين الفرنسي. الفرنسي مثلا فيه برشا أزمنة وفيه برشا ضمائر، وكل ضمير كيفاش يتصرف في الزمان المعين مع كل فيرب حسب التيرمينيزون نتاعو وحسب الجروب نتاعو. في الانجلي هذا كل ما فماش، والأزمنة والضمائر أسهل برشا. وفي الفرنسي زيدا فما هيك لي نون ماسكولان ولي نون فيمينان، وبالطبيعة لازم يكون فما أكور ما بين النون والأدجيكتيف اللي هو يصعب علينا اختيار لو واللا والان والان. وفي الانجلي هذا كل ما فماش. وفي الفرنسي كيف فما لي فيرب ريفليشي اللي هما يصعبوا علينا التصريف، في الانجلي ما فماش. يعني نتصور فهمتوني شنو نحب نقول من الاخر. الانجلي أسهل برشا. بالعكس الكبير عنده تجارب أكثر في التعلم بصفة عامة وفي تعلم اللغات بصفة خاصة، خاطر سبق له وتعلم لغات أخرى، فيعمل مقارنة بين اللغات اللي تعلمها قبل وبين الانجلي، ويعرف زادة شنو نوع الذكاء نتاعو وشنو الأوقات المناسبة اللي تعاونوا باش يتعلم أكثر، وهذا يعاونوا على التعلم بطريقة أسرع، وخاصة توا بوجود الانترنت وليزابليكاسيون أي إنسان ينجم يتعلم أي حاجة فاسيلمون. الكوميونيكاسيون هي انك تفهم وتتفهم، ما عندها حتى علاقه بالاكسنت، المهم انك تعرف كيفاش توصل المعلومه. يعني مهما كانت الاكسنت نتاعك خذ راحتك واحكي انجلي. مش بالضروره تنجم تحكي مع روحك حتى قدام المرايه، المهم انك تستعمل اللغه حتى لين يجي شكون تحكي معاه. مش صحيح بكل، فما برشا تشابه، وقداش المره باش تعرضك كلمات في الفرنسيه وفي الانجليزيه متشابهين وكيف كيف العربيه. كيما مثلا كلمه اونتري في الفرنسي هي بيدها قاعده اونتري في الانجلي، وتقعد الكلمه هي بيدها تتكتب ولكن النطق يتبدل شويه، كيما اونتري شوفور شيك ديجا فو وكليشي. وامثله اخرين في العربيه كيما الكحول كاين ليمون شوغر سفاري اند سهارا وغيرهم الكثير، تنجموا تكتبوهم لي في الكومنتس من بعد. ما لما تسمع كلام حد ومع الانجلي يجد الجد.